السلام عليكم، معكم اسلام، واحدة من اعضاء ديال جمعيه يالله. كيف كتعرفوا دابا حنايا خدامين على واحد المسرحيه اللي غادي نقدموها لكم قريب ان شاء الله، اللي كانت فريمون بالنسبه لينا واحد التحدي، سورتو في هاد الفتره اللي دازت ديال كورونا. يعني كنا خدامين ما حبسناش، وكانت بالنسبه لينا كاملين واحد التحدي، واحد الهدف اللي بغينا نوصلوا ليه. كيف كتعرفوا واخا زعما كورونا وكل شيء، ولكن حنا حاولنا اننا نخدموا ونجتهدوا، محترمين مسافه الامان، دايرين لي بافيت ديالنا، محترمين الاجراءات اللازمه ديالنا. بالنسبه لي بريباراسيون، حنا دابا راه تقريبا وصلنا نقولوا بريسك قربنا للفينال ديال لي بريباراسيون تاعنا تاع المسرحيه. واخا الظروف ديال كوفيد اللي شويه كانت عطلتنا، ولكن الحمد لله حنا الابواب باش اننا نديروا العرض الاول ديالنا اللي كنتمنوا ان شاء الله انه يكون في القريب العاجل. السلام عليكم، معكم صوفيا زين الدين، مونبغ في لاسوسياسيون يلاه. حنا دابا كنوجدوا لواحد المسرحيه اللي ان شاء الله كنتمنوا وتنال الاعجاب ديالكم، حيت فريمون خدمنا عليها بواحد الحب، بواحد الروح اللي زوينه. مالغري هاد المشاكل وهاد الاضطرابات اللي كنمروا منها دابا بسبب الكوفيد، ودرنا التباعد وخدمنا وسهرنا عليها. وكنشكر بزاف حمزة السبائي اللي عطاني فرصة نبين ذاتي ونحقق ذاتي في هذه المسرحية اللي أنا عندي الدور ديال رقية الخادمة ديال القصر. كنخدموا على مسرحية شهرزاد اللي من إنتاج ديال جمعية يالله ومن الكرياسيون ديال الأعضاء ديال الجمعية. الحمد لله عندي الدور ديال الشايب، يعني هذا الدور هذا اللي عنده حملة ثقيله بزاف، يعني خصني نعطي فيه، وهذه تجربه صعيبه بزاف وغادي نتقاتل معها ان شاء الله تنجح فيها. بالنسبه للاوضاع ديال وباء كورونا، كنخدموا الحمد لله يعني باحتياطات ديال الكورونا، ضروري من اجراءات يعني التباعد، الكمامات، المعقم، يعني ما نديروش عائق ان كورونا، اننا صافي كاين كورونا ما نخدموش، يعني ضروري خصنا نخدموا. كورونا غير سبب، وحنا خدامين على البروجي ديالنا، وان شاء الله بغينا الحلم ديالنا يتحقق اننا نعرضوا قدام الجمهور لاول مره كاول تجربه يعني بروفيسيونيل ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم، انا وئاب عليبو، مونبغ دو لاسوساسيون يالله. ان شاء الله غادي نادي الدور ديال شهرزاد في مسرحيه شهرزاد تحكي، اللي خدمنا عليها مالغري الظروف ديال كورونا واستمرينا، وان شاء الله قريب غادي نقدموها. كنتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم. كان تحدي كبير لينا اننا نخدموا في هاد الظروف، ولكن خدينا هاد المغامره وخدمنا في ظل هاد الظروف هادي، وان شاء الله كلشي غادي يدوز مزيان وخدمنا مزيان، والدينا غيكونوا فخورين بينا والناس غادي يعجبهم الحال. معكم زكريا الراجي، عضو جمعيه يالله وميم طون عضو فرقه مسرحيه يالله كومباني. حنا دابا كنقادوا في واحد المسرحيه شهرزاد تحكي، وان شاء الله قريب غادي نساليوها عما قريب. الدور ديالي هو مرسيو العيسى بن عمر، واحد الدور اللي كان واحد الدور اللي زوين بزاف، اللي عطاني واحد الانيرجي زوينه وخلاني انني ندير اون ريسيرش اللي استفدت بزاف. والحلم ديالي كاع الشباب اللي معايا في الفرقه المسرحيه هو انه واحد النهار ان شاء الله نلعبوها سيغ سين قدام الجمهور، قدام الجمهور بقى هنا غادي نوقفوا ياك. رغم الظروف ديال كورونا ما استسلمناش، ما هبطناش ايدينا، درنا يد في يد. كان واحد اسبخي ديكيب لي زوين بزاف هو اللي خلانا اننا نخدموا في هذيك المسرحيه واننا ننجحوها، ان شاء الله ينتظرونا عما قريب. شكرا. مرحبا بكم في جمعيه يالله وفي يالله ارت سبيس، هذا المركز الثقافي اللي فيه شباب طموح، شباب اللي كيحب المسرح وكيحب الثقافه والفن. حنا في اطار تحضير لواحد المسرحيه اللي هي مسرحيه شهرزاد تحكي، اللي ان شاء الله غنحكيو فيها على حكايات الف ليله وليله ولكن بطريقه مغربيه. هذا العمل اللي بدعوه شباب مدينه اكادير اللي ان شاء الله غيوليو نجوم غدا، واللي ان شاء الله يقول الكلمه ديالهم، وهما اللي كتبوه، هما اللي غيديروا ان شاء الله لي كوستيم، هما اللي غيديروا الديكور. وهذا العمل من الاخراج ديال عبد الربيع حمزه السباعي، وان شاء الله غادي يعجب الناس وغيكونوا فخورين بنا، لان درنا واحد العمل من القلب، تقاتلنا عليه، خدمنا عليه مالغري الظروف الصحيه اللي هي جات على العالم كامل، ولكن كان ضروري خصنا نخدموا، كان ضروري خصنا نلقاو حلول، كان ضروري اننا
اننا نتحداو هذه المصاعب هذه كلها باش نحققوا الاحلام ديالنا. وهذه رساله لان اي واحد كان عنده حلم انه يحققه وعنده شي حاجه في حياته انه يحققها خصو يخدم خصو يلقى حلول خصو كي احنا قاتلنا دابا مارغري كوفيد درنا التباعد درنا الكمامه درنا التعقيم حاولنا نلقاو حلول باش تخلينا نخدموا وباش حتى الناس من بعد يكونوا فخورين بنا لان خدمنا في واحد الظرفيه اللي هي صعيبه. الوغ ما كاينش عندنا السبب اننا نجلسوا تقاتلنا واليوم ان شاء الله حنا خدامين وغدا هذاك التشجيع ديال الناس وهذاك الحب ديال الناس اللي غنتلقاو غادي يكون هو داك اللي غيبرد عندنا هذه الصعوبات كلها اللي دازت وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديال الناس.